وردا على سؤال حول مؤتمر كوب 27 والمقرر الشهر القادم بشرم الشيخ، أكد شكري وجود إتمام واهتمام واسع النطاق على مستوى الرؤساء ورؤساء الحكومات حول العالم للمشاركة في المؤتمر، معربا عن تطلع مصر لأن يسفر هذا المؤتمر عن نتائج ملموسة وإيجابية تسهم في القضاء على التحدي المرتبط بتغير المناخ. فيما يتعلق بالتحضيرات لاستضافة مصر للمؤتمر كوب 27، فبالتأكيد أنه هناك اهتمام واسع على المستوى الدولي وكل الأطراف التي تتفاوض خلال هذا المؤتمر سجلت للحضور، بالإضافة إلى عدد وفير من رؤساء الدول والحكومات اللي هيشاركوا في الشق رفيع المستوى اللي أيضا تستضيفه مصر اتصالا بانعقاد المؤتمر. لن أتحدث على أرقام بعينها، ولكن أستطيع أن أقول أن هناك اهتمام وحضور واسع النطاق على المستوى الرؤساء ورؤساء الحكومات، ونتطلع بأن يسفر المؤتمر عن نتائج ملموسة وإيجابية تسهم في مقاومة والقضاء على التحدي المرتبط بتغير المناخ.